السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية أصدقاء وزملاء. اليوم كالعادة معنا فيديو جديد ومفيد إن شاء الله للجميع وهو صناعة ميكانيكس نوت 7. طبعا بعد ما عايزكم كل البوكسات على الجهاز، اليوم راح يكون حلنا مع أداة العملاقة DFT. شباب نفتح الأداة، نعمل تشيك كود. طبعا راح يكون الحل بمساعدة تطبيق ثاني شباب، لانه هاي الاداه لحالها ما قدرت تساوي، لهيك في معنا تطبيق. طبعا هذا التطبيق راح اطلقه انا بالوصف، فيكم تحملوه. حلو، نعمل لوجين هلا. اول نحن بنجهز كل شيء على الاداه العملاقه اللي حكينا عنها DFT. طبعا بنفوت على ميديا تيك ريبير، بعدين بنحط الايميات عدد 2. هيك الايميات انا صاروا عندي جاهزين. راح اصغر الاداة، بروح بفتح التطبيق اللي هو التطبيق المساعد. طبعا هذا التطبيق مهمته ادخال الجهاز لوضعية الميتا مود شباب، لانه ميديا تيك بياخد على وضعية الميتا مود. حلو، نعطيه هلا كونكت، بنوصل الجهاز وهو طافي. الجهاز هو طافي شباب بدون ضغط على اي زر من ازرار. راح نستنى ليتعرف. حلو، هون بلش يلاقيه. هلا دخل الجهاز معنا على وضعية الميتا مود، شايفين مثل ما شايفين كل شيء نظامي. بنروح هلا على اداتنا، نعطيه الامر. طبعا بنفصل الكابل وبنرجع بنوصل يا شباب، بنفصل الكابل وبنرجع بنوصل بعد ما اعطينا ستار. راح نستنى هلا راح يجي يتعرف بدو مثل ما شايفين. بشكل بسيط جدا يا شباب، اداة عملاقة خفيفة نظيفة، اقل من دقيقة او بعشر ثواني تقريبا خلص الايميات يا شباب. عمل اصلاح اي من الجهاز الصعب طبعا على البوكسات وهو نوت 7 انفينكس. طبعا نوت 7